ظهري هاي هاي رجلي هاي هاي اخويا اخويا راني مشيت الدق دقت مشيت القش فاش نحكي لك اخويا راني شاد الكياس وساهي مش عارف كيف اخويا يجيب الكهرباء ويهزني طيشني غادي والله شعره ويغفصني استرني ربي يا مطلبوا علي عمليه يلزمني عمليه اي مشيت مشيت خذيت موعد ان شاء الله قالوا لي بعد رمضان الجاي كان ما رجعش الكورونا اي اي ما شاء الله اي اي اختي هاو كلموني كلموني ثلاثه ولا اربعه محامين اي لا 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 خويا اي 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 لا لا اختاني من ولد عمي اختاني هذا اختاني منه يا رسول الله غير عليه في الزيتون مش نزيد نوكله ها مش يدافع علي ضد لاسيرون شبيك اي خويا اي يا خويا هكا هو هكا هو هكا هو هكا هو الصبر الصبر ليك يا ربي الصبر اي كل واحد يلزم تحكي له وحده بالتفصيل كيف صار الحادث اي اللي صار اي السلام عليكم سلام وين وين لاباس سلام اشو مكش لاباس ولا لاباس مش الموت مش الموت قال لك هكا خوك خوك موجود بحول الله ناخذ لك حقك ما تخافش ما تخافش ما تخافش حط رجلك على حط رجلك حط رجلك على خوك حط ما تخافش انا الحوادث هذه كلها مستانس بها هذه كلها ريتها محض هذه كلها حوادث بحول الله حقك ما اشتقى عند خوك وسامحني كان وخرت عليك والله كانوا عندي ثلاثة ولا أربع حوادث حاط الكرافات على نربط فيها هنا المهم تسيس لي روحك يا جناب المدعي سيس لي روحك يا عيسك مدعي مدعي من ناحية المدعي مدعي زاد دعوة مشومة والباقي كان ما يجوش مدعي اش مخرجني ناخذ في الفريز الزهر عقاب الليل باش تسكني كهربا تعجني يا ولدي اسمعني عجنات الكهرباء ولا ضرب اسمع قدر الله وما شاء فعل انا اقول له هو اللي راهو الاكسيدو هذايا قصيم يجيبه لنا ربي للناس كل هذا قصيم يهبط علينا للناس كل ربي راهو ربك في الوجود صايم يهبط عليك انت منين تعجن هكا مطيش تعرفوا نمشي فيها ناكل راسي ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما دام تحت عند خوك ما تخافش ما انا نقول لك خوك موجود ما تخاف من حد شيء شكون اخويا السيد قول شكون نعرف يا اخويا اعتبرني كما تحب انت حبيبك صاحبك عشيرك اعتبرني خالك جدك راجل امك باباك اش تحب؟ راجل امي هذه خير طلعت وهذا حداثه. تي نحكي لك مثلا معناتها اعتبرني اش تحب اخوي. رقح روحك رقح. عمل عليك ماله. رقح روحك. عمل عليك. عمل على اخوك واش عندك فيه؟ عمل عملية في الكلينيك. الكلينيك خلص انا. قال اش تحب فلوس نسلف خويا فلوس. اش تحب؟ كل شيء موجود. اش قام هذا كل تسلفني. هاي قعد لي روحك شوية سايس روحك. اي قاعد روحي. قعد لي روحك خاطر ثم شوية معناتها. فما شويه معناتها اسئله انا راني طلعت على الملف وجلست مع بحث البدايه وما قصروش جماعه الاخيانه كلها ما قصرتش الحق هاو الملف كله بحذايا شاف المركز هذا قام بواجبه اتصل بيا مدني بالتقرير نتاعك وكيف صار الحادث بالضبط وكذا التقرير نتاع الحادث كل شيء وصلني بيه انا ريت الحوادث ما نلعبش مع الحوادث عندي انترنت في كل بلاصه اطلعت على التقرير بقات معناتها شويه معناتها اسلم بسيطه امور شكليه مش اخذها معلومات من عندك به اي يا اخويا راك ما قلتليش شكون سيادتك انت ما عرفني بروحك يا دي انا قلت لك قاعد احسبني كما مش تحسبني انا سيدي راني حقوقي معروف من اول الدنيا انا حقوقي حمدان حمدان دحمان اختصاصي في الاكسيدونات ريتها الاكسيدونات كلها ما عندي انا اللي مغفص اللي رجليه مكسوسه انا كلها جوني لي انا لطف يا اللي طايح اللي كذا كلها جوني لي انا انا والله كنت تو في اكسيدو معناتها الله لا يوريك معناتها واحد مغفصين تخفيص هو البيم نتاعها والبيم مش نعوض له واللي هو زاد مش نعوض له حتى للبايم يعوضه نعوض حتى للبايم ان شاء الله المهم انت تو ينور حقي اخوي المهم انت تو تنورني زاد انت خاطر انا لازم نفهم الحاله نتاعك بالضبط كيفاش انت معناتها تو الضربه فين جاتك بالضبط الضربه جاتني ماكله الضربه جاتني ماكله تهرست دقدقت مشيت شلات مشيت ممتاز ممتاز جاتك ضربه ماكله ممتاز
ممتاز، لا ممتاز. انا اعذر لي، انا نحكي تو امور فلوس نتاع وضاد، مانيش باش انا نخبي عليك، باش نحكوا فلوس. انت شطر هذاي تو شطر هذاي ميت. اي الشطر هذا طلبت عندك الشطر هذا وشوي من هنا هذا كل. هذا شطر ميت، هذا يتحرك ولا؟ الشطر هذا يتحرك، الشطر هذا اللي مزروع. الشطر هذا يتحرك. اي. اش بيك جد؟ خلاص انا احسبه ما يتحركش. انت منين تحرك الشطر؟ ما لا 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 اصلا ما يتحركش. يديك باش يتحرك وين نكتب تو هكا يا ودي؟ خلينا عاد نخدم خدمتنا. يديك تحركها مو غادي؟ اه نحركها. لا بيس انت يدي لبيس. الله لبيس عجب يا اخي، تحبني ندقدق في كروسه ولا شبيك يا ودي؟ تو خلينا عاد نحكي امور فلوس. انا نعرف الزهر، انا راني ما اذا يديك الزوز تتحرك وذا ممكن ما ناخذهاش القضيه. انا قضيه زاده مش تبدا مدقدق على قاعدة. الرا في راسك. شو الرا في راسك؟ ما شنو مدقدق؟ هذا فايت في الليبية. يا ودي نحكوا أنا أمور بتاع تعويض وأمور بتاع فلوس. أنت ما تحبش الفلوس أنت. هذيك فلوسي فلوس أنا إيش عندي؟ خلينا عاد نركز معي باهي، ركز معي ركز معي ركز معي، خليني نسألك شوية أسئلة. أه يسألني. بحول الله جايتك ضربة باهية. أكثر من الضربة هذه. أه؟ يا ودي نحكي الضربة فلوس فلوس بتاع تعويض بتاع تأمين. بحول الله. هي فلوس. ايش دخلك انت يا اخي؟ تضربت معاي انا يا سيد. تضربت معاي وما في باليش. انا كحقوقي نسمى تضربت مع اخويا. وانا كان جيت حاضر في الاكسيدون والله نرمي روحي زان. انا نحس باللي تحس انت، ريتك كل ان من اناتك عباره انا قاعد النين في بلاصتك. انا عمري ما شفتك. عمرك ما شفتني؟ هاك باش تشوفني بحول الله. ياسر باه ياسر. مانيش باش تخلى على اخويا الا ما اخولك حق. انت ساعه راسك تمس ولا؟ لا خويا حق نتاع ربي عندي ضربه هنا ما لاباس، راسي لاباس الحمد لله. راسي راس ما تمسش. ما تمسش راسي. مالا سيدي احسب راسك تمس. عجب. احسب خيوطك مس. شنو شنو؟ يا ترى خيوط تمس يا اخي لاباس. ما هو انت تو ليه نقول لك راسي راهو متمسك؟ انت راسك تمس، انت راسك ممسوس. يا ودي انا قلت لك احسب خيوطك تمس، تعال خليني نخدم خدمتي. هذه خدمتي مش توريني خدمتي. عجب. طيب انا حسب التقرير اللي عندي موجود عندك ثلاثه ضلوع هكاكا وزوز معامية تكسروا. وعندك زوز بخاريج تكسروا. باه ماشي يولوا تو عندك ستة ضلوع تكسروا. ستة ضلوع؟ اسكت عاد خلينا نخدم. وأربعة معامية. أربعة معامية هاي. تكسروا وأربعة بخاريج تكسروا. منين جبت هذه أربعة؟ تو زيد نحكي مع الطبيب تو نركحوا للتقرير. منين جت هذه أربعة بخاريج؟ كيفاش جت؟ يا ودي ايش عندك فيها تو التقرير اللي تبغى؟ شنو ايش عندك فيها؟ ثم واحد عنده اربع خريج. احسب روحك عندك اربع. ديما شركه تامين يا ودي، شركه بتاع برا ذي شركه تامين اللي ضربك من برا. ضربه فاوحه ايش عندك؟ ما قلت لي خير مش استعرف تو من برا. يا ودي انا شريك نشيح خلي مغناك لبرا. تسخاهم كل الشركات اللي عندنا هنا تحضر لهم تقرير تاخذهم تاعك. فيها اهل ياهل نعدوا عليهم ساهل ياسر. عندك يا سيدي أربعة قلت لك معامية، ستة معامية يتسموا وستة ضلوع وأربعة بخاريج هكاكا. باهي. زعما الواحد أخويا يلقى حقه زعما. هكا نلعبوا. قلت لك شركة أجنبية ذي، شركة أجنبية نتاع تأمين. مش نضربوا ضربة خليني أنا تو نتكتك، تبعني واسكت. أنا راني كما قلت لك مختص في الأكسيدونات. قسما عظما وساعات واحد مازال كعمل الأكسيدون. مازال ما وصلش في الامبيلونس وتلقاني انا قدمت القضيه وربحتها بالاسيروس وسمع والدوسي حاضر وجا فلوس التعويض ومازال ما وصلش في الامبيلونس. هاك سختك للسبيطار. هاك سختك تكون تتعامل مع الجنون. اه يا سيدي عندي جنون في كل بلاصه، في الحمايه عندي جنون، في السبيطار عندي جنون، في المركز عندي جنون، في البلايص كل عندي جنون. ركز معايا عايشك وتبعني باش تلقى حقك مليح. عايش خويا. باه انت تضربت الساعة وسط الكياس. انا في بالي بالتقرير هاو قدامي. اي اي في الكياس. فين تضربت انت؟ في الكياس. عالكياس شق الكياس. انساها شق الكياس وفصل الكياس هذاي انساها. عجب. يا ودي كيفاش توا؟ تبعني عاد. والله تضربت في الكياس عاد. يا ودي انساها في الكياس. كيف انساها؟ تو الحاكم حاضر والناس حاضر. بالله كيفاش جات؟ شنو عندك في الحاكم؟ كايت كياس قلت لك انساها، ما تضربتش وسط الكياس. ودي خويا الكذب على ربي حرام، الكذب على ربي حرام. يا ودي على السيرونس حلال، اش عندك فيا عاد؟ خليني نخدم على روحي، انت تضربت على الترتوار.
ودك شني ودك مش عطيت وارد ضربت على كيس عطرت وارد قلت له يا ودي على كيس والحاكم يخدم والدوريه موجوده يا ودي ها التقرير الدوريه عندي ايش عندك فيهم الدوريه قلت لك انت تضربت على التروار انساها الموضوع على كيس ودك مش نساها ما ثمش التروار دي نتكلم التروار ما ثمش ايوا اللي ثم موجود التروار باهي ما خدمتنا مش تورينا خدمتنا تضربت على التروار يا سيد باهيش ركز مليح علاش تضربت؟ عطيت وار التطوار موجود وتقرير الدورية وعندنا انت ضربت في الدار الداخل لا 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 ضربت على التطوار انا صحيح تو التقرير من خذيته من الدورية وشاف المركز واموره كلها اتهن في التطوار على التطوار يعطيك الصحة طلعي من التطوار والضربة ذي السما معناتها أثرت حتى على مداركك العقلية كيفاش؟ الخيوط معناتها بتاع مخك مست شوي الخيوط بتاع مخي؟ هاي هذه مش خيوطك انت ماسة تو مثبت هذي خلينا نحسبها مست باهيش باهي خيوطي مست وأثرت معناتها حتى على النطق بتاعك هذي واحد يتكلم تو شو يتكلم تمش تفهم تحسب روحك أثرت على النطق بتاعك وريني ترى كيفاش ما عادش تنجم تكلم خليك ساكت وريني يعطيك الصحة واصل أقاق واصل أقاق واصل أقاق صحح لي صحح واصل أقاق صحح لي وليش بتصحح لك أخي قلت يعمل بكوشي أو مش نعمل بهلول لا ما مصح في هالشي شو تسوي صحة عش عندك فيا يعجبكش وليش مش الصحة مش غرر بيك أنا إيه علاش مش الصحة مع التوكيل توكيل ها. توكيل بتاع شنو مش توكلني على القضية وني وكلتك شو عندك فيا تو نوكلك ني لا 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 توكلني لا نوكلك يعجبك العديد يا طلع تو يا ودي وكلني في المارد في مخك انا خويا راني ما نوكلكش من تو وكلني تو نوكلك لا 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 توكلني لا نوكلك عادك مش نوكل راني وكلت ولد عم هذا انا ولد عمك انا اختصاصي في الحوادث كلها وكلني وتو تشوف يا ودي لا نوكلك لا توكلني يرحم بيك اختك شنو يوكلني بس كيف نوكلك زياده هذا خدرها في موقع توكلني نوكلك يا ديس شد انت ايش تحب نوكل ايش تحب تعمل؟ ايش جيعان جيعان ايش تمشي وكلني لي؟ لا 100000 تاخذش 100000 هادي فاش قابض هادي تو توكل فيه ولا يا ودي خل نوكلك وكلني ونوكلك يهديك ربي ما كذبتش عليك ليه راني صريح ما نحبش نوكل صراحه بالله والله كما تضيع لي في وقتي جاي وكلم جماعه وكذا واحد بنادم ما فيهاش غش ها انا راني مضروب هي مضرور انا مش اخذ لك حق لا 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 خويا بصراحه بصراحه بيناتنا خويا ايش نعمل منير بن صالح نعم ايش نعمل منير بن صالح يا ودي انا منير بن صالح بعقلك يا ودي هذاك مش اختصاصه يهديك ربي هذاك بتاع قضايا بتاع فنانين قضايا نقناقي انا بتاع حوادث بتاع تقفيص بتاع الدقديق بتاع دم بتاع واحد لا لا ما نعملهاش العمله يا خويا الناس كلها نصحوني بهو خويا محامي عنده في روحه ما يقول خويا قيامه قضايا خذاش بيك لعب اصل حتى بيا زردي يا ولدي انت ما تعرفش يظلي حمدان ما تعرفش مقوله الحق يبان مع حمدان اي لا هذا ما تعرفهاش هذي ودي انت مجيك انت منير بن صالح الراجل خلج كلاي وما ادراك وانت تقول لي كذا شبيك يا ولدي انا منير بن صالح هذاك القضايا بتاع فنانين وبتاع روايخ بان انا بتاع تقفيص يا عيش خليني نقفص يا عيش خويا اللي نحب منير بن صالح يقفص بلا اموري شخصي لا ما لا سيدي ما انا باش توكلني بالسيف عليك شنو بالسيف باهي لا لا حلوه هذه نعم بالسيف عليك باش توكلني مش هكاك نلعب معاك انت فيك تحب تاكلني مش تحب واضحه الحكايه اه سيدي ما لا مش النوبه وبالسيف عليك ورغم انفك والله لا صار اقسم بالله لا صار غورة ولا بلاهي. ما تقولش عملك في دورة نقول تحلف عليا زيد هز نفسك زيد عايد زيد عايد ليه ليه عليك هاك انت انا ما تحبنيش نوكلك ما توكلكش ما توكلنيش والله نوكلك بالله برا ياكلك احلش انا قلت لي سيدي انت تضربت فين بالضبط في التتوار مالي قلت لك في التتوار في التتوار في التتوار ايه يبطى شوي او ثم تتوار فص كياس بالله والدورية حاضرة والتقرير الدورية موجود منير بن صالح انساها التروار منير بن صالح مرضني تضربت في الدار الداخل الكرفة دخلت علي للدار هاي مرة تو تبع منير أتو تربح تو رجعوا لك التروار التروار عندي كان باش توكلني التروار موجود كان ماكش توكلني والله مشكل تجيب منير بن صالح تجيب شكل عويني بتاع الكرم هذاك بتاع الواحد والله العظيم لا يرجع التروار الا ما رجع على التروار وسع بالك وقعد
اقعد تو ناكلوا مع بعضنا. يا رسول الله حتى مدقدق الواحد تحبوا تاكلوه؟ هات صحح لك. هاك هاك تو نولوا ناكلوا بعضنا. هات ناكلوا مع بعضنا. هات هات نصح. هات ياكلك احشي احنا الشيت.